صباح الخير لكل مشاهدينا. صباح فعليا شتوي بامتياز، عشان هيك بنقول لكل الاشخاص اللي ما في عندهم يمكن شيء ضروري خلوهم هيك ببيوتهم دفيانين، وان شاء الله يا ربي دائما الدفى مش بس بيعبي بيوتكم كمان بيعبي قلوبكم. مستمرين بفقراتنا لهذا الصباح، وبنحكي اوقات كثير عن الحرف اليدويه، وبنحكي قديش ممكن فعلا انه نشجع المراه انها تشتغل من بيتها. اوقات كثير الواحد ممكن انه يتعرض لظروف معينه ما بيقدر يطلع من بيته بسبب الزواج بسبب الأطفال، فبيقدر فعليا الواحد إنه يكون منتج حتى وهو داخل بيته. اليوم معانا بنان الشهوان، هي متخصصة بالحرف اليدوية، عم بتحاول إنها تقوم بأمور ممكن إنها تدر دخل عليها من خلال صناعة الصابون، من خلال الرسم، على كثير من الأمور. وبلشت يمكن بفن الديكوباج شوي اللي هو الفن الجديد اللي عم نحكي فيه هاي الأيام. صباح الخير بنان، كيفك؟ يسعد صباحك، شو أخبارك؟ الله يسلمك. رايقة؟ أمورك تمام؟ أكيد تمام. كيف الطريق وأنت جاي؟ والله مطر وحلو. مطر وحلو صح؟ تمام. انا اكيد بنتمنى كل الاشخاص يكونوا هيك على الطريق، خاصه اللي رايحين يعني مشاوير اضطراريه، انه هيك يتوخوا الحيطه والحذر شويه. اكيد. بلان، امتى بلشتي تهتمي بموضوع الحرف اليدويه؟ هاي الامور كلها انت بتشتغليها من البيت. نعم. امتى بلشتي تهتمي بهاي الامور؟ صراحه بلش معي الموضوع من حد ما بلشت شغلي الخاص، فبلشت من خلاله اني يعني فكرت ليش من خلال شغلي وصحباتي وهيك انه اعرض هذا الشيء، وكان في طلب وتشجيع كثير منهم على هذا الشيء، لاني انا بصراحه عندي شغف بالاعمال الفنيه، يعني اي حرفه فنيه بحب اتعلمها. طورت هذا الشيء برضه من خلال دراستي، انا درست انتيريال ديزاين، ويعني بطور حالي بالدورات بالامور هاي، بمتابعه الفيديوهات سواء عربيه او اجنبيه، وبطور حالي فيها. هذا اللي كنت اساله، هلا صار الموضوع شوي اسهل يعني. نعم. إنه الواحد يدور على الإشي كيف بده يطلع على أشكال معينة، كيف مزبوط. بده يصنع أشياء معينة، يتعلم شغلة جديدة. صحيح. بيقدر نوعا صحيح. ما إذا كان عنده فعلا الإصرار والشغف زي ما قلتي. مزبوط. يعني أنت رح تستغربي، أنا الصابون، الحجر، الرسم إجمالا، الديكوباج على الخشب، هذا كله ما أخذ دورات فيه فعليا بمكان. من خلال اليوتيوب طورت حالي. برافو. جربت، خبصت يعني. خربت شغلات، خسرت ماديا، خسرت هاد، بس معنويا مبسوطه، لانه كل يعني كل شيء خرب مني عارفه انه بعدين راح يزبط معي. بالضبط. اكيد يعني عم نشوف يمكن هون عدد من الشموع باشكال مختلفه، مناسبات مختلفه. هذا هيك صابون، بعمل اشكال مختلفه. صابون بس انا قلت شمع، انا قصدي صابون. هو بس عارفه ليش؟ لانه شكل الصابون صار حلو كثير زي الشمع. بالضبط. الواحد اول ما يطلع عليه بتذكر الشمع. هاي بياخذوها مني توزيعات لمواليد اطفال بيبي. سيبوي يعني. اذا كان المولود ولد عم نشوف ازرق، احنا خلص يعني ثابتين على موضوع لازم ولد. لون الازرق ولد والزهر بنت. بالضبط. هينا عم نشوف يمكن هذه زي ليفة صغيرة. هلا هون ملح. 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 اوكي. وهون بيبي. وهون عندك صابونة. اوكي. هون مثلا هاي فيها بشكير صغير. اوكي. هاي بالنسبة للولد. صابونة. هاتنشوف البنوتة ايش عم نفلها. هاي هون عم نشوف زي منشفة، عم نشوف صابونة على شكل دراجة أو التخت عرباية، وعندك هون كمان الشوز بتاعت البيبي. شو كيوت. شوفوا البيبي هذا قديش كيوت. أساعدك. الشكل اللي معمول فيه كتير حلو. هون عم نشوف كمان الفوت برينت أو شكل القدم للبوبو الصغير. هدول ممكن كتير يعملوهم جيف اويز لما الولد او البنت تيجي. مزبوط. بطريقه طبعا هون لضيق المساحه، طبعا هي مجرد عينات بس طبعاً. الافكار كثير كبيره يعني، بيقدروا يطلعوا عليها اكيد على صفحتك. مزبوط. كمان هلا هون عم نحكي عن صوابين. مزبوط. هون مثلا بياخذوها مني ل ممكن خطوبه او زواج. صح. زي هاي هون يمكن تكون اوضح. هي عم نشوف زي فستان، بس هاي هيك بتكون بالتغليف النهائي يعني. صح، بس معموله بشكل نهائي هون هيك بهي الطريقه الحلوه. اوكي، عم نشوف اشكال برضه زي هيك بياخذوها مني مثل هدايا صحبات مثلا. صح. ممكن الواحد يعني يستخدمها بالحمام بطريقه كثير حلوه، يقدر يستفيد منها كصابونه، ويقدر انه يزين فيها كمان الحمام. عم مثل هاي الورود عم ياخذوها مني هلا مثلا المدارس ايام عيد الام. كيف وهيك ممكن نشجع فعلا اولادنا ك
كمان عدا عن انه هو شكل كثير حلو، شجعهم ايش هم بحبوا، كاركتر معين، شكل معين، انهم يغسلوا ايديهم مزبوط. يعني بطريقه معينه ممكن فعليا انه الام تقدر انه صحيح تساعد. هاي شو هاي انا طلعت منها. هي انا حبيت اعملها مثل تعليقه للحمام، تعطي رائحه كثير حلوه، كله صابون. كله صابون. اوكي، شوف ريحتها كثير حلوه، ممكن انه تعلقوها بالحمام. عم نشوفها احنا، هي شكلها وهي شكلها النهائي، ورائحتها عن جد عطره يعني. طبعا ايش بتستخدمي المواد؟ هلا هو بستخدم الصابون الجليسرين الخام. بتضيفي له المواد الضروريه مثل اللون، الرائحه طبعا حسب طلب الزبون، في روائح كثيره مثل لافندر، روز، كلها اشياء طبيعيه. كله طبيعي، كلها اشياء طبيعيه. نعم. هلا هون شفنا عينه من الصابون بالاشكال المختلفه بمناسبات مختلفه ممكن يستفيدوا منها. يعني عم نشوف يمكن تحت كمان اشكال يعني خلينا نقول متفرقه لعده مناسبات. هلا هون معنا كمان الحجر، هذا الحجر هذا كمان عمليته طبعا اشرح لك هون. هلا الحجر بشكل عام هي بتيجي البودره الوان رئيسيه مثل الابيض، ازرق، زهري. هلا هون يعني هاي طبيعية هيك مشغولة، أما هون يعني مشغولة عليها تعتيق، يعني أنا باخذ القطعة وبلونها. يعني هذا نقول قبل وبعد؟ نعم. هذا ما قبل الشغل، أوكي؟ شوفوا كيف بتصير بعد، بتصير فعلياً شكلها زي كأنها عن جد مراية حقيقية بالتعتيق وبالألوان الذهبية اللي موجودة فيها. مزبوط. طبعاً هدول يعني كيف بيستخدموهم؟ ممكن يحطوا عليهم صورة البيبي، ممكن يحطوا عليهم آية قرآنية. أشوف كيف الشكل البيبي اللي قبل شوي شفناه اللي ممكن إنه. طبعاً هون في عندي عينة بيبي، هاي استخدمت فيها، بعدت شوي عن الصابون لأنه يعني صار مألوف، بعدت عن الحجر. هلأ في مادة جديدة اسمها الفيمو اللي هي الصلصال الحراري، غالبا عم يشتغلوها على المقات. تمام. غالبا عم يشتغلوها على المقات، بس انا حبيت اني ابعد شوي عن المقات والعرايس اللي على المقات وهيك، وادمج موضوع الصلصال الحراري بشغلي اللي هو توزيعات. حبيته ودقيق وتفاصيله يعني حلوه يعني. هي كمان شوفيها هذا برضه، بعدين الحلو فيه مستحيل يكسر، يعني الحجر لو وقع بينكسر. هذا ما بيكسر. هلا هو قاسي ولكنه يعني صعب، يعني فيه ليون، فيه بعض الليون. شوفي هون شوي، هاتي اشوف العرسان. هاي كمان العرسان يعني. هلا على فكره هدول كمان بقدر اشتغل عليهم، بس انا هدول لانه على عجله حضرتهم. بيتلونوا. هي عم نشوف العرسان هون كمان بيقدروا يتلونوا بشكل، وانا حامله كمان دبدوب صغير برضه تفاصيله هيك. يعني عم نعطيكم فكره عن الصلصال الحراري اللي بتشتغل فيه بنان، كيف ممكن يطلع اشكال كثير حلوه انه نقدر انه نستفيد منها. عشان احنا لسه بموضوع الصلصال الحراري حبيت يعني اهديكم لاف جوردن تي في، هذه اهداء للتلفزيون الاردني. هذا بالصلصال الحراري. صح؟ نعم، هذا بالصلصال الحراري. شكرا بنان حبيبتي، سلم ايديك يا ربي. العافيه. عم نحكي كمان هلا عن هذا برضه الحجر. هذا حجر كمان بنان بترسم على الحجر. هذا مشغول عليه. هو الحجر في بيكون له قوالب، مثل قوالب يعني قوالب سيليكون، بنصب فيها صابون، بنصب فيها شمع، بنصب فيها حجر، حتى الفيمو ممكن نشكله من خلال قوالب السيليكون. بس طبعا كل موضوع له قوالب الخاصه فيه. صح، تمام. فهذا هو هذا قالب سيليكون، فانا بخلط بودره الحجر بنصبه فيه. هلا الفكره لانه اسهل تقدر تطلعيه. صح طبعا طبعا. هلا الفكره انه الصب سهل، بس الفكره انك الشغل بعدين طبعاً. انت كيف تلوني، كيف تشتغلي عليه مثل هذا تناسق الالوان هون الشغل. هلا هاي ممكن تحطيها كمان. هلا يعني هاي ممكن عم ياخذوها مثلا الحمد لله ممكن بمناسبه حاج او اي عيد الاضحى، يديها بطريقه لطيفه طبعاً. زي المسبحه اكيد مع الحمد لله. نعم. اللي هو دائما نخليها على لساننا كلمه الحمد لله، اكيد دائما وابدا، من اجمل اكيد العبارات اللي ممكن فعلا نشكر فيها ربنا عشان الله يوسع رزقنا. بالضبط، كلمه الحمد لله بتوسع الرزق طبعا. يعني عم نشوف كمان هدول شو بنان، هدول صابون. هلا هدول كرات البات بوم. خليني بس اعطيكي، انا عندي منهم عم بشوف هدول، عشان هيك بديش انا كنت بس لازم اورجيكم اياهم، ما ببينوا الا بدون الكيس. شوفوا ما احلاهم هدول،
ممكن يستخدموه ايضا للحمام. طبعا للي ما بيعرف كرات الباث بوم شو ريحتهم حلوه، هاي بريحه البابايا. اللي ما بيعرف كرات الباث بوم، هن كرات بيستخدموا اثناء الاستحمام. انا عم ينطلبوا مني هلا كمان لسبا، عم ياخذوهم بس الكور الصغيره على اساس بيستخدموهم بالباديكير والمانيكير. شو افرجيك؟ تفضل. افرجيهم الوانهم قديش حلوه، واكيد كل واحد من الالوان له رائحه، يعني ما راح اقدر انا لو علي يعني حابه افتحهم كلهم اشوف روائحهم. كثير بحب الرائحه العطره، ولكن بدي اورجيكم الوانهم كل واحده برائحه. ايش الروائح؟ هون عندك هاي بالبطيخ اللون الاحمر، الازرق بابايا، هون عندي تفاح اخضر، لافندر، وروز. يا سلام، شكلهم حلو، رائحتهم حلوه. ممكن فعلا انه الواحد هيك يحس بريحه النظافه لما بيستخدم مثل هاي الامور. يعني ما شاء الله عليكي، يعني عم بتحاولي تشكلي بشغلك بشكل اكبر. هلا هون عم نشوف كمان عندها بنان رسم لوحات الكانفاس على الكانفاس، يعني لوحات صغيره ممكن فعلا تنحط على المكتب، تنحط على رفوف صغيره بالغرفه. يعني هلا انا بحب اللوحات الصغيره. يعني في ناس بتحب اللوحات الكبيره، بس في ناس بتحب هيك بشكل كيوت ممكن انه الواحد يزين. طبعا هدول ممكن بيته. اي موضوع، انت مثلا هديه لصاحبتك، عيد ميلاد، ام، اي شيء يعني من نفسه. هي عم بيستعرضهم اكيد معنا المخرج اليوم جمعه صمادي. يعني هدول عملناهم كمان للتخريج، عم ينطلبوا كمان كثير يعني بواسطه هابي جراديويشنز. في عندنا هاي هابي جراديويشنز، يعني عم نعطيكم فكره كيف ممكن الواحد يهدي بطريقه بسيطه. هدول كوسترز، هدول رسم على الخشب، بس بيقدر الواحد يستخدمهم كوسترز ولا لا؟ لا انا هيك عم بخترع. لا انت يعني شوفي شو ما خطر في بالك فكره بالخشب تزبط معك. اوكي، هذا من هذا جذع شجر حقيقي؟ طبعا هو بيكون جاهز بالسوق، انا بشتريه بكون ساده بنرسم عليه. طبعا له احجام مختلفه ابتداء من 6 سم ل 20 سم. يعني مؤخرا مثلا في عندي طلبيه اخذوها شركه حبوا يكتبوا عليها بعض الجمل والباقي زينوا فيه وهو فارغ يعني. عم بشوف هدول كمان، خليني اشوف شو هم. برضه هلا هاي حرف على الخشب زينته، حرف الام. يعني هو اشوف هي حرف الام هو، بس عشان مغلف بطريقه لطيفه مش مبين. بيقدر الواحد فعليا يبدع بالطريقه، حاطه هي جوا رساله بيقدر الواحد يكتب اللي بده اياه. بالضبط، هي كانت فكرتها انه على عيد الام. يعني كثير انطلبت مني واتخذت بكميات. يعني ام اللي هي مدر او مام، وهاي برضه نفس الشيء بس انقلبت الاغراض. مو مشكله، عم نحاول نشوف شو اللي كان موجود، بس يعني عم نورجيكم باكيجز تغليف بطريقه معينه، شكل بطريقه معينه، ممكن انكم تهدوا لاي حدا باي مناسبه. قد ايه صعب، ايش اكثر شيء صعب بنان بالشغل اللي بتشتغليه؟ هل الحجر، هل الصلصال الحراري، الصابون، شو اكثر شيء صعب؟ وانت لما بتشتغلي شو اكثر شيء بتستمتعي وانت بتشتغلي فيه؟ طيب هلا لا اخفيكي، انا اي شيء هاند ميد بكون مستمتعه حتى لو اخذ مني مجهود. يعني دائما بيقولوا لي مثلا انه بفرفط الروح. لا انا بالعكس بحسه بيسحب اي طاقه سلبيه مني، تفصلي خلاص عن كل شيء. فعلا يعني بستمتع، يعني حتى لو سهرت عليه، حتى لو اخذ مني وقت طويل، بس انا بكون عم بستمتع بالقطعه وانا عم بشتغل فيها. هلا مين اكثر ما يعني في شيء بياخذ وقت اكثر من شيء؟ يعني مثلا في عندنا الحجر، وهلا في له بديل كمان الجبس، لانه الحجر غالي، بودرة الحجر غالية. فمش أي حدا عم بيقدر إنه ياخد مثلاً التوزيعات اللي بالحجر. أنا بحب يعني زبوني مثلاً أحكي له إنه هذا بحجر، وإذا إنه السعر غالي بنستبدله بالجبس لأنه أرخص. هلأ الإشي الوحيد اللي ما بحب أشتغل فيه الجبس، لأنه بيطول كتير لينشف. يعني من برا بتلاقيه نشف، بس بياخد له يومين ثلاثة كل قطعة لحتى تطلع منها الرطوبة من جوا، وبتخافي بعدين تمسكيه أو شيء يكسر. بالضبط، بدك إياه ينشف. هذا بس انه لانه ما في بتحسي انجاز، يعني بتطولي كثير. بتخلصي بسرعه. انا بحب بسرعه اخلص. بدك تخلصي بسرعه. هو الواحد هيك بصير فيه بده يشوف القطعه كيف شكلها الكامل. هذا بشو؟ هذا بالحجر، مش هذا بالحجر.
طبعا الفرق بين الحجر والجبس، الحجر بيكون اتقل، الماتيريال تاعته والفينشنج تاعته كثير احلى من الجبس. الجبس بس ينشف يكون كثير خفيف، يعني لو مسكتيه ممكن يطق معك. هلا انا هيك لازم اعرف انه هذا هي حجر. من وزنها هي تقيله بتكون. أوكي. الحجر هلا لو هاي انه بالجبس بتكون خفيفه. حلو شكلها. بتفكري بنان تعطي دورات تعلمي؟ هو فعليا انا اعطيت دورات، عم تعطي. يعني يعني مثلا بيطلبوني لحضانات، اعطيت دوره بحضانه الفراوله مثلا، كثير استمتعوا الاطفال وعملنا يعني شغلات زي هيك احرف. كل طفل اخذ الحرف المناسب يعني لإله، وكثير استمتعوا، شاركوني يعني في الموضوع. حاول اشوف على اي كاميرا ممكن تكون اوضح. هي هيك هذا حرف، حرف الاو كانه صح؟ حرف الاو. حرف الاو. فهاي عملوها بيقدروا يعني، او يعني بنان حاولت مع الاطفال يعملوا مثل هاي الاحرف. هلا كيف بتحس الاقبال حقيقه على هاي المواضيع بنان؟ يعني كل النساء او الصبايا اللي بيشتغلوا بموضوع الحرف اليدويه، يمكن بنقول هلا شويه موضوع السوشيال ميديا ساعد بانه ينتشر شغلهم. يعني مزبوط. احنا عم نحط عينه، ولكن اذا في ناس حابه تشوف اغلب شغلك ممكن يكون في صور على السوشيال ميديا. مزبوط. هل فعلا ساعدت هذا الموضوع؟ كيف الناس عم تقبل؟ اكيد هلا موضوع السوشيال ميديا اكيد، وموضوع علاقاتك انت قد ايه عندك كمان علاقات ممكن انه انت تسوقي. هلا مجرد ما وصل يعني لشخص 2 3 لا 10 حدا بيحكي لحدا، وخاصه اذا كان يعني شغلك مميز. انا كمان شاركت ببازارات، شاركت بالجامعه الاردنيه، شاركت بجاليريا وكثير بازارات. صدقا يعني الشيء اللي اسعدني ما كان هدفي اني بالبازار ابيع ابدا، قد ما كان هدفي اني انا يعني اوصل يعني شغلي للناس. كان اغلب التعليق انه كثير شفنا صابون بس الشغل متقن مميز. فانا هذا اكثر شيء يعني بحب اني اشتغل عليه، لانه فعلا ممكن تلاقي فعلا صابون كثير حدا بيشتغل او حجر او هيك، بس الفينشنج النهائيه هي اللي بتميزك. طب صراحة يعني بيني وبينك، مع انه كتار بشوف اكتر ناس، اكتر الناس بتحب شو؟ الصابون، الباث بامب، الرسم، ايش اكتر اشي هلا بخصوص عليه؟ توزيعات المواليد وهيك بيتجهوا صراحة للأرخص، لأنه عم ياخذوا كمية. كمية يعني لما يجي مثلا مولود أقل كمية عم يتم طلب 50. فأنا مثلا لما أقولها حجر هالقد وجبس هالقد، لا معلش جبس ما هو بالعلبة. عرفتي كيف علي؟ هم يعني كله بحبوه، سواء صابون سواء جبس، أو حاليا الفيمو لسه ما جربته. لأنه لسه عم بشتغل عليه، اللي هو الصلصال الحراري. اللي هو الصلصال الحراري، بس أنا متأكدة حيحبوه. بس برضه هو سعره لأنه شوي بيكون مرتفع، طبعا مش مرتفع كتير، إنه كله الأسعار في متناول الجميع، بس في شيء اقل من شيء. بتعرف الناس يعني صح. قدرات مستقبليا ايش بدك تتعلمي؟ هلا في حاطه شيء براسك بدك ديكوباج؟ اللي الديكوباج ما حكينا عنه، هو يمكن عم بتبلش لسه في بنان، اللي هو نوع من انواع الفن اللي بيلزقوا عليه شغلات، ولكن ببين زي كانه من القطعه نفسها. الحلو بالديكوباج انا اللي بعرفه انه ممكن اعاده تدوير كثير. نعم. من الاشياء. هلا فكره الديكوباج انك انت ما بتكبي اي شيء عندك بالبيت، عندك صينيه خربانه، عندك طاوله، عندك اقول لك يعني حتى لو انينه انت شربتي فيها او كذا، ممكن انت هاي يعني تطلعي منها احلى تحفه فنيه اللي هو مواد الديكوباج. هلا هو له ورق خاص بتعريقات معينه حسب انت شو اللي بتحبيه، يعني تعريقته او هيك، فبينشغل عليه. عم بتبلشي فيه هلا؟ نعم. حبيتيه؟ كثير حلو. انا بحكي لك يعني اي شيء انا اشغال يدويه بحبها. هلا كمان بس بدي اخلص من مجموعه الفيمو، في عندي الريزن كمان، جبت مواد وهيك بس قلت بدي اشتغل الريزن اللي هو اللي هو الريزن هو زي الايبوكسي او زي الزجاج بالنهايه بيطلع شكله. بستخدمه بالسناسل، ممكن اساور، طبعا على المستوى الكبير بيستخدموه في البيوت، بيعملوا منه ارضيات الايبوكسي معروفه. أوكي. بس على مستوى شغلنا البسيط انه بنعمل فيه التعليقات الاكسسوارز هاي الشغلات. بالتوفيق بنان حبيبتي، حبيت هذا الشغف. ان شاء الله يا ربي 2020 بنشوف ابداعاتك بشكل اكبر، وبتتعلمي حرف أكثر، وبتقدري فعلا كمان تنقليها لكثير من الأشخاص. دائما بنقول فعليا ما بوقف الإنسان عند حد معين، بحاول أنه يتطور وين ما كان موجود. بنان الشهوان أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شكرا لكم وشكرا للاستضافة. أهلا وسهلا. شكرا.